مساء الخير يا عبد الستار، اتفضل. التطور الجديد لقناة الأهلي شيء إيجابي جدا، وطبعا شيء مفرح ويسعد جماهير النادي الأهلي هنا في العاصمة اليونانية أثينا، سواء من المصريين أو من العرب الجاليات العربية وأيضا حتى من اليونانيين. فريق النادي الأهلي هناك كان محترفون كثيرون من النادي الأهلي لعبوا هنا في اليونان، ولذلك النادي الأهلي معروف جدا عند اليونانيين وهم سعداء بالنادي الأهلي، ودائما عندما تكون هناك مباريات للنادي الأهلي يشجعون النادي الأهلي لأنه يشبه لنادي أولمبياكوس اليوناني وأيضا اللون الأحمر الذي يتميز به النادي الأهلي. طبعا هناك محترفون كثيرون كما ذكرتم من النادي الأهلي كانوا هنا في اليونان ويشجعون. طبعا عندما يكون هنا مباراة للنادي الأهلي نرى المقاهي اليونانية والكافيتريات مزدحمة جدا بالجمهور المصري والجمهور الذي يشجع النادي الأهلي. هنا في أثينا سعداء كما ذكرت العديد من المصريين بالتطوير الجديد في القناة. طبعا هنا معي في هذه اللحظات عدد من المشجعين المصريين والذين يشجعوا النادي الأهلي، ولولا مرض أو فيروس كورونا لكان هناك المئات بل الألاف من المشجعين، ولكن بسبب فيروس كورونا هنا أعداد قليلة جدا، وأرحب بهم. واسم حضرتك؟ محمد عبد اللطيف. قل لي يا محمد، بالنسبة للنادي الأهلي أنت بتتابع ماتشات النادي الأهلي هنا؟ طبعا النادي الأهلي نادي كبير، نادي محترم، كل ماتشات النادي الأهلي بنتابعها كلها من أول دقيقة لآخر دقيقة، ونتمنى يكون دايما في تقدم في بطولات أكتر، نشوف ماتشات أكتر، نتمنى النادي الأهلي بقناته برئيسه يجيبوا لنا ماتشات أكتر، البطولات الأفريقية عايزين نشوف الحاجات دي كلها، لأن احنا بنتحرم من الماتشات دي كلها، فنتمنى يكون في حاجات اكتر يعني تفرحنا اكتر. شكرا محمد. وهنا معي من الجيل الثاني من ابناء الجاليه المصريه، انت بتشجع الاهلي؟ ايوه. اسمك ايه؟ يوسف. ايه بتشعر بيه بالنادي الاهلي؟ بتحب النادي الاهلي قوي؟ ايوه. ماشي. وبرضه هنا معي، اسم حضرتك؟ عماد الشناوي. قول لي يا عماد، انت ايه رايك في التجديد في القناه قناه الاهلي الجديده؟ التجديد بتاع القناه في تطور حصل ملحوظ، يعني ملحوظ هنا دلوقتي، نتمنى طبعا يكون للاحسن. بعدين النادي الاهلي مش محتاج ان احنا نتكلم، ده تاريخ يعني يعتبر زي الاهرامات، يعني المفروض يبقى الهرم الرابع بتاع مصر اصلا يعني، واليونانيين هنا ما يعرفوش غير الاهلي بصراحه يعني، يعني كلهم بيشجعوا الاهلي هنا معروفين. شكرا. اسم حضرتك؟ اسمي عمرو خالد، انا من مشجعين النادي الاهلي. النادي الاهلي احسن فريق في القاره الافريقيه بس. وبعدين ده الاهلي يعني، مش نتكلم فريق صغير يعني، ما شاء الله عليه يعني، بس نتمنى ان هو يزداد شويه في التطور بتاعه وربنا ييسر الحال ان شاء الله. شكرا. شكرا. والان نعود الى استوديوهات قناه الاهلي في القاهره. هنروح دلوقتي لأمريكا ومراسلنا عبد الرحمن البرديسي. من جديد هنا من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لننقل لكم نبض الجماهير الأهلوية، الجماهير المصرية وغير المصرية، الجماهير الأهلوية التي تعيش هنا في أمريكا، لنقل آرائها وفرحتها عن شكل القناة الجديد الذي أبهر العالم بأسره. ومعي هنا الأستاذ أحمد عبد الله، هو من كبير مشجعي النادي الأهلي في العاصمة الأمريكية واشنطن. أستاذ أحمد، ما رأيك في القناة بحلتها الجديدة وشكلها الجديد؟ إزاي أنت بتشوف القناة؟ بتعبر عن إيه القناة؟ بتعبر عن الأهلوية ومشاعر الأهلوية إزاي لما تشوف قناة النادي الأهلي بالشكل الرائع ده؟ والله أستاذ عبد الرحمن، إحنا يعني لا تتخيل مدى اشتياقنا للافتتاح الجديد للقناة. احنا هنا كمغتربين وكمشجعين للنادي الاهلي يعني يعني الناس لا تتخيل احنا بنقعد قد ايه نحضر علشان في ماتش، بالتليفونات نقعد نكلم بعض في ماتش بكره الاهلي عايزين نتفرج، اتفرج ازاي؟ فالموضوع كان احيانا بيبقى صعب لان احنا
ما عندناش قناة بتنقل المباراة بشكل مباشر. دعني أقول لك حاجة يا أحمد، إن قناة النادي الأهلي الجديدة ستنقل جميع مباريات النادي الأهلي، جميع المباريات الودية. إيه رأيك في الكلام ده؟ والله ده من أحلى الأخبار اللي سمعتها أنا. دي يعني دي كده حليت لنا مشكلة كبيرة جدا. إحنا كنا يعني هقول لك يعني كنا ساعات بنتفرج على الماتش بعد ما يخلص على اليوتيوب، وبنقعد بقى ما حدش يقول لنا النتيجة إيه علشان عايزين نحس بحماسة التشجيع للنادي. فكون إن المباراة هتذاع على قناة النادي الأهلي فده خبر أكثر من رائع. يعني إحنا في منتهى السعادة، وياريت كل المباريات حتى الودية يعني والرسمية، يعني هي كل المباريات الودية بالفعل هتتنقل كلها يعني. لكن طبعا بتطلبوا الإدارة بإيه في الموضوع ده؟ بتطلبوا إدارة النادي الأهلي بإيه؟ يعني إحنا بنطلب يعني مش بنطلب يعني بمعنى بنطلب يعني بنطلب الحقيقة الإدارة إن هي يعني ياريت يبقى المباريات كلها مذاعة بشكل مباشر، سواء كانت من داخل مصر أو حتى من خارج مصر مع فرق أخرى دولية. يعني ده هتبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. الناس لا تتخيل احنا يعني بنبقى سعداء قد ايه يعني. نعم. ان احنا بنشوف المباريات لما تكون بشكل مباشر يعني. نعم، شكرا جزيلا. وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نبض الجماهير المصريه لحظه بلحظه في قناه النادي الاهلي من العاصمه الامريكيه واشنطن. ونعود الان اليكم الى استديوهاتنا في القاهره مره اخرى. شكرا زميلنا عبد الرحمن برديسي من واشنطن. هنروح بقى مع حضراتكم لبلد الفن والموسيقى للنمسا، وتحديدا فيينا. زميلنا احمد مدبولي جهز لنا من هناك تقرير او لقاء مع جماهير النادي الاهلي في فيينا. أعزائي المشاهدين وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، نرحب بكم من العاصمة النمساوية فيينا، وبنهني نادي القرن على الإطلالة المتميزة لقناة النادي الأهلي ومحتواها المتميز اللي عشاق وجماهير النادي الأهلي بينتظروه بترقب وبلهفة. قبل ما ارحب بضيوفي هنا من فيينا، احب اوضح ان دولة النمسا لها تاريخ خاص ومتميز مع النادي الاهلي يمكن على مدار 60 سنة. البداية كانت في ستينيات القرن الماضي، وخاصة في موسم 62-63 لما لعب المايسترو صالح سليم مع نادي شتورم جراتس. اول مباراة لعبها الكابتن صالح كانت مباراة ودية، فاز فيها النادي النمساوي 14-1، احرز منهم الكابتن صالح سليم 4 اهداف، يعني سوبر هاتريك. بعدها لعب كابتن صالح سليم 6 مباريات مع النادي شتورم جراتس، احرز خلالها 3 اهداف وتمكن من انقاذ النادي النمساوي من شبح الهبوط. ساعتها افردت الصحف الرياضيه النمساويه صفحات كثيره جدا عن التجربه المصريه في الكره النمساويه، واشارت الى دور فرعون المصري في مسيره النادي النمساوي. ما زال نادي شتورم جراتس بيذكر كابتن صالح سليم الى اليوم، وكتب في احد المرات على صفحته في فيسبوك في ذكرى ميلاد الراحل: كانت فرصة عظيمة الحصول على خدمات أسطورة أفضل نادي إفريقي والأكثر شعبية على الإطلاق. نوصل لتسعينات القرن الماضي لما كانت الكرة النمساوية على موعد مع نجم آخر من نجوم النادي الأهلي، الكابتن محمود أبو الدهب نجم دفاع النادي الأهلي اللي لعب لمدة قصيرة مع نادي تيرول النمساوي، وبعدها رجع لصفوف الدوري المصري. في الوقت الحالي طبعا نذكر السنغالي أليو باجي اللي كان بيلعب في صفوف رابيد فيينا الشهير ولمدة موسم واحد، وبعدها انتقل لصفوف النادي الأهلي. دلوقتي اسمحوا لي ارحب بضيوفي هنا، وابدا مع الكابتن احمد البقلولي اللي كان نجم منتخب الشرقيه في ثمانينيات القرن الماضي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا دكتور. ايه رايك في اطلاله القناه الجديده؟ طبعا انا بهني جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم بمناسبه تجديد قناه النادي الاهلي، وده مش جديد على النادي الاهلي، لان الاهلي دايما متفرد ومتميز ودايما الاول في كل حاجه جميله في مصر. هو الاول من حيث البطولات، وهو الاول من حيث الشعبيه، وقناه الاهلي ديت بالنسبه لنا احنا في اوروبا يعني بتسعدنا، هي الحاجه المتنفس الوحيد لينا ان احنا بنتفرج على بنتابع الاهلي، لان احنا بنعشق الاهلي. وجماهير الاهلي هنا في النمسا كبيره جدا، حضرتك متخيلش العدد قد ايه. احنا لينا طلب بس بسيط عند اداره النادي الاهلي واداره قناه النادي الاهلي، ان التردد الجديد نحاول يوصل لاوروبا، لان التردد القديم كان بيوصل، الجديد ما بيوصلش. فاحنا عاوزين نشوف حل، احنا بنشوفه على النت دلوقتي. في حاجه تانية عاوزين قناه جديده، المحتوى الجديد يلقي الضوء اكتر على الناشئين، بنحب نتفرج على الناشئين الاهلي في ماتشات مهمه بالنسبه له عشان نعرف الاجيال الجديده ومين الموهوبين الجداد. بس ده الطلب الوحيد لنادي الاهلي، نادي القرن الحقيقي. شكرا جزيلا كابتن احمد، وان شاء الله الطلبات دي تؤخذ بعين الاعتبار في القناه مع الاطلاله الجديده. ارحب ايضا بالكابتن هاني النجار احد كبار مشجعي النادي الاهلي في فيينا. كيفيه الاحتفال اللي بيقوم به عشاق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في حاله وجود احتفالات للنادي الاهلي او مباريات؟ عند اي احتفاليه او فوز للنادي الاهلي
يتم الاحتفال تجمع كبير في سواء في الاتحاد المصري او قاعه النادي المصري بفيينا او تجمع منزلي او شعبيه في المقاهي العربيه بجميع الافرع في جميع الشوارع ومناطق في فيينا. النادي الاهلي من شعبيته الكبيره لو نظرنا انه نادي القرن هو انا بعتبره نادي القرن الافريقي والاسيوي لان اسمه منتشر في جميع الدول العربيه من مشرقها لمغربها سواء من ليبيا سواء السودان الاردن قطر كل جميع الدول العربيه والبحرين والامارات. اذا ما فيش نادي مصري تاني او نادي عربي اسمه تكرر الا النادي الاهلي بعدين نادي الاتحاد الاسكندري. ولذلك الاهلي هو فوق الجميع ونادي الاهلي هو نادي القرن الكبير عكس ما يقال في جميع الانشطه الاعلاميه. شكرا جزيلا كابتن هاني النجار ونسمع تشجيعه. اهلي اهلي اهلي. وعوده مره اخرى الى استديوهاتنا في جمهوريه مصر الحبيبه. أهلي.